تذكرة تفاهم في مجالات البحث العلمي والتدريب توقعها جامعة الملك سعود مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية. تحت رعاية معالي مدير الجامعة، الإدارة العامة للعلاقات والإعلام تقيم حفل المعايدة السنوي في الجامعة. عمادة السنة التحضيرية تنظم برنامجا تعريفيا للطلبة المستجدين. في زيارة للسنة التحضيرية، وكيل الجامعة يتفقد سير فعاليات البرنامج التعريفي للطلبة المستجدين. أينما كنتم أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في التقرير الأسبوعي المصور من جامعة الملك سعود. استمرارا للتعاون بين جامعة الملك سعود والهيئات والمؤسسات الوطنية، زار صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية صباح الاثنين 21 من شهر شعبان الماضي جامعة الملك سعود، حيث كان في استقباله معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد العامري، وعدد من المسؤولين. جاءت الزيارة بهدف توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة والهيئة في مجالات البحث العلمي والتدريب، وقعها سمو الأمير بندر بن سعود رئيس الهيئة مع معالي مدير الجامعة الدكتور بدران العمر. وأكد سمو الأمير بندر بن سعود خلال اللقاء على فخره بجامعة الملك سعود والعلاقة العريقة التي تربطها بالهيئة السعودية للحياة الفطرية. الهيئة يربطها بجامعة الملك سعود تاريخ قوي منذ إنشاء الهيئة، فاعتمدت الهيئة على دكاترة الجامعة. الرجل الذي دار الهيئة ما يقارب 18 سنة الدكتور بوزنادة كان من بروفيسورات الجامعة هذه، فتأسيس الهيئة للجامعة فيه باع طويلة. هذا وتتيح الاتفاقية للباحثين من الجامعة زيارة المناطق المحمية ومراكز الأبحاث والتدريب وقواعد المعلومات التابعة للهيئة للقيام بالأبحاث والدراسات التي تخدم الحياة الفطرية، كما تمكن الاتفاقية باحثي ومنسوبي الهيئة من المشاركة والاستفادة من إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقات والتدريب في مجال الحياة الفطرية والتنوع الإحيائي. شهد البهو الرئيسي لجامعة الملك سعود صباح يوم الأربعاء 6 لعام 1436 حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي أقامته الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجامعة بحضور معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء مجالس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين وعدد من المسؤولين. وهذا وتبادل منسوبو الجامعة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، متمنين أن يعيده الله على الوطن والجامعة ومنسوبها بالخير والرخاء. تحت شعار شغف المعرفة ومتعة التعلم، نظمت عمادة السنة التحضيرية بالجامعة برنامجا تعريفيا لجميع الطلاب والطالبات المقبولين والمقبولات في الجامعة لمدة 10 أيام ابتداء من العام الدراسي الحالي. وبهذه المناسبة صرح الدكتور نامي الجهني عميد السنة التحضيرية أن البرنامج يهدف إلى تعريف الطلبة المستجدين برؤية ورسالة وأهداف الجامعة وإطلاعهم على اللوائح والأنظمة المعمول بها، وتعزيز وترسيخ مفهوم الإحساس بالمسؤولية لديهم، وتزويدهم بالمعلومات الإرشادية المهمة، وتوضيح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وقد صاحب البرنامج فعاليات وأنشطة متنوعة تساعد الطالب على الانتظام في المحاضرات من اليوم الأول في العام الدراسي، حيث يقوم الطالب بإكمال الجانب الإلكتروني ليتمكن من استكمال فعاليات البرنامج. ويشمل البرنامج اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية وإصدار البطاقة الجامعية والبطاقة البنكية للطلاب.
ضمن فعاليات البرنامج التعريفي الذي نظمته عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك سعود للطلبة المستجدين، زار وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله السلمان، يرافقه وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور عبدالعزيز العثمان عمادة السنة التحضيرية، وتفقد سير البرنامج التعريفي. حقيقة نيابة عن معالي مدير الجامعة وإدارة الجامعة وجميع منسوبي جامعة الملك سعود أعضاء التدريس وموظفين وطلاب سابقين، أرحب بكم في جامعة الملك سعود وأهنئكم بقبولكم في هذه الجامعة المتميزة، وأهنئ جامعة الملك سعود بقبول أيضا هذه النخبة المميزة من أبنائنا الطلاب في الجامعة، وأتمنى بإذن الله أن تكون حياتكم الدراسية في هذه الجامعة حياة موفقة وميسرة وناجحة ومميزة، تستفيدون فيها أقصى استفادة من الجامعة. أتمنى لكم التوفيق والسداد بإذن الله. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا التقرير، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل. هذه تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.